السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى حاجه. المهم بالنسبه للبنات اللي كيشاركوني دابا كيشوفوني وما كيعرفونيش، انا اسمي حنان، هذه القناه ديالي سميتها حنان شانيل، مرحبا بكم عندي. وكنتمنى الا كنتوا اول مره غادي تشوفوني باقي ما اشتركتوش باقي والو، كنتمنى تشتركوا وتنضموا علينا. المحتوى ديال القناه ديالي بسيط، يعني في كنبارطاجي معكم اي حاجه يوميه. ولدي كما العاده ديما كيعمل لي الزهر وي بصحه ماما شتي عليفا ماما شيري ديما هو داخل لي مع لي فيديوهات ضروريه بالنسبه للبنات اللي غادي يشوفوني اليوم، ديما راه هنا. تتفاصلوا، كنتمنى تشتركوا معايا في القناه باش دعموني، وكنتمنى ديروا لايك الى عجبكم الفيديو باش هكا نبقى نشارك معكم مسائل اللي كيوصلوني وهاد نوع الفيديوهات. المهم البنات ما نكثرش عليكم، اليوم جيت معكم بجوج سنيديقات من شيين، الموقع شيين توصلت بجوج سنيديقات الحوايج من عندهم، فيهم سيكان ما ساك صباط لا بوت بلوتو كيسميتو حويجات. وبزاف البنات كانوا سولوني اول مره كانوا شافوني بهاد التريكو سولوني منين، قلت لهم غادي نجاوبكم في الفيديو. و بالنسبه للمونتو ديال البارح اللي شفتو عندي سولتوني عاوتاني، قلت لكم شوفوا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نحط لكم اليوم ان شاء الله. صافي، المهم السنيديقه الثانيه اللي وصلتني هي هذه الصغيره، والسنيديقه الاولى هي هذه الكبيره. المهم انا غادي نوريكم داكشي اللي فيها. شوفوا انا غادي نصور لكم دابا، مني غادي نصور لكم هذا الفيديو غادي من بعد ما ننساليه غادي نلبس لكم حاجه بحاجه، وانا في المونتاج غادي ندوزها لكم اون ميم طو. يعني دابا انا هذا لابساه، يعني غادي نوريه لكم كيف داير. المهم هاد التريكو هذا ابيض، جاني اول ارتيكل نقول لكم اللي جاني، جاني غير بوحديتو هذا في الاول على داكشي كنت لبستو. المهم غزاله البنات، نطلع لكم شويه الكاميرا كيف كتشوفوه، غزال بزاف بزاف بزاف، مشى بحال هيدا. داك الساعه غادي نبين لكم شي حاجه يمكن ملبوس كامل، وان توكا اون فيغا. وعندو هادشي كنتمنى يكون باين لكم الضوء بوضوح حيت الضوء النهار وصافي، قلت بلا ما نشعل الضو ديال هذا اللي عندي ديال الكاميرا باسكو ما غاديش يبان لكم داكشي بوضوح. فوالا، المهم زوين بزاف، وهذا لو ديتاي هو اللي اللي عجبني فيه على داكشي اختارته، صراحه زوين. وهذا لاطاي نورمالمون هذه المره درت لي بون دافير. ديما البنات اللي معايا ديما كيعرفوا بلي مني كناخذ من شيين يا اما كيجوني كبار يا اما كيجوني صغار، الوغ هذه المره خديت المترو وعبرت. بحال هذا باغ اكزومبل فيه ام جو كرو ام ولا ال لاطاي ام، وهما نورمالمون لاطاي ام ديما ما كتجينيش انا اكس ال وما كتجينيش عندهم. مي هذه المره شديت المترو، مني عبرت ديك الشيء كي هما كيصايبولك تما، يعني شحال فيه من شحال فيه ديال المتر وهذا وهذا وهذا، يعني عبرت لقيتو غادي يجيني هو هذاك، جاوني كاملين بهم يعني جاوني هما هذوك. المهم كتهبطوا بحال هكا غزال البنات، سامبل بيض والاثمنه مناسبه عندهم في السيت داك الساعه. المهم راه اي حاجه شفتوها عندي غادي نحط لكم لوليه ديالها في صندوق الوصف، يعني اي حاجه. وحتى عندي وقيله واحد الغوميز، المهم راه ولا كان عندي غادي نحطو لكم هنا باش هكا الا كومونديتو من دوزتو من عندي ولا كومونديتو من منهم تستعملوا ديك الكود. المهم غادي نوري لكم ثاني ارتيكل هو هذا السريويل هذا، ما عرفتش كي غيبان لكم هذا الشيء مي اون توكا غادي نكحز الكاميرا. تريكو البنات لا كاليتي مانيفيك، التوب غزال 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 رطيب، ولا كاليتي باينه فيه ديك الشيء واو زعما زويون. وحتى من هنا ديك الشبيكه وكل شيء، المهم زوين زوين غزال والله العظيم. زعما لو كان كان بخانتو دابا ولا اوتون ولا شي حاجه بحال هكا تخرجوا به هكا غزال، يعني لو ديتاي ديالو راه كيتخبع بالمونطون مي فوالا. المهم ان توكا في الغيستو ولا عند العائله راه كيبان. وبالنسبه لثاني ارتيكل هو هذا السروال هذا، المهم راه باين عنده كيجمع لاطاي مزيان، غزال في اللبسه ديالو الصراحه، مشى سكيني حتى مشى سكيني حتى لتحت كيف كتشوفوا معايا. الطايه ديالو خديت لاطاي 42، جاتني هي هذيك، عاد دابا كبر شويه حيت هو الاستيك، يعني الا كنتو كديروا 42 كو كان عندهم 41 كو كان جاتني هي هذيك. اللهم انا خدت 42 ديال السنطه ولا خديت 40 وتجيني صغيره. المهم الجين ديالهم غزال، كان رخيص ما عرفتش واش كيطبع البنات، على داكشي انا على داكشي قلبت هذا خفت لا يطبع لي فيه، ولكن ما عرفتش واش كيطبع، يعني نرد عليكم الخبر شي نهار ان شاء الله. مي اون توكا غزال زوين بزاف وخفيف الاستيك، يعني غادي يجي لاطاي ديالك سي سيغ سيغتان. المهم هذا زوين وبجوج بهم عجبوني حمقوني. ودابا نوري لكم لي زارتيكل الاخرين.
المهم البنات، من بعد ما وريت لكم لي دو ارتيكل اللي راني لابساهم، دابا غادي نوري لكم هنايا وغادي نوري لكم دا كيف وصلوني كي جاوني. صراحه الاغلبيه هنايا ما كاين حتى كاين بياسه وحده اللي ما عجبتنيش، ماشي ما عجبتنيش ولكن ماشي بحال لا فوتو، يعني ماشي كيف كتبان في لا فوتو. هادشي اللي كاين، غادي نوري لكم المونطو اللي عجب لكم بزاف بزاف بزاف. غادي تقولوا لي رديتها في الميكا وضروري ندير شويه ديال السينما زعما راه ما عمرت لبس. المهم هذا المونطو اللي غزال البنات، غزال بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش. التوب ديالو وشحال شحال رطيطب زعما لواحد الدرجه، والتقطيعه سورتو التقطيعه كتحمق. هذا لاطاي ال اللي خديت فريمون، كانت فيه لاطاي ال، ومني شفت لي سنتيم ديالو ديك لي سنتيم، المهم ديك العبار ديالو هذا، عبرت راسي لقيتو غادي يجيني من ديكشي، وبصح جاني من ديكشي كيتسد وغزال. وراكم شفتوه معايا، وغادي نخلي لكم لا فوتو هنايا اللي درتها في انستغرام. ودايو البنات اللي ما كيتبعونيش في انستغرام اش كتسناو؟ كندير لكم دي فوتو دي لوك، كنعمل لكم لي ستوري. دخلوا الانستغرام ديالي اللي هو في صندوق الوصف، الا بغيتوا تدخلوا ديريكتومون دابا الانستغرام غادي نستناكم واحد دقيقه. سيروا ديروا حنان الشرطه ديال 8 شانيل وصافي، غادي نخرج لكم تابونوا معايا نستناكم. ايوا سيروا. المهم البنات غزال، غادي تشوفوا تما ديك التصويره ديالي اللي لبستها فيه مع البوط وهذا. المهم جا كانو كي كنقولوا، غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا، وفي نفس الوقت ملي نلبسوا لكم من بعد لا فيديو غادي تشوفوا المقطع اللي شديه احسن من اللي كيبان في لا فوتو. حيت في لا فوتو انا كنسحب لي هذا التصوف ديالو، سحاب لي غادي يكون حرش بحال ديك السوفه الحرشه مينو، رطيطب رطيطب وشحال غزال صراحة. زعما يا غيانا دير فهاد المونطو فغيمون كيحمق، و يستاهل تاخدوه، الثمن ديالو مناسب، لا كاليتي ديالو بحال شي واحد اللي كيسوى 90 أورو ولا 80 أورو، هو زعما رخيص صراحة واعر واعر واعر. المهم كنتمنى تشوفوه اللولية ديالو، راه غادي نخليه لكم صندوق الوصف، وداك الساعة استعملوا معاه الكود باش يتقام لكم عاد مباشر. هذا كان ثالث ارتيكل، ورابع ارتيكل خديت له شي حاجه لسام، مي اون توكا مع ما كنطيقش في الاخر ديالهم في الطايه ديالهم. مني دوزت لا كوموند عندهم، مني دوزت لا كوموند كان سام ناعس والعبار ديالو ما قدرتش نمشي نشدو له، ابخي جالو كبير الصراحه. مي سا سخا بوغ لو بروش لاني بروشين ان شاء الله، ولا مني يدخل ليكول سي مينيو. هالتريكو هذا كان غزال كيحمق، عجبني بزاف غزال البنات. عنده هاد الاليفون، هذا الاليفون هذا كيعجب له وسام. هادشي هو دابا حاليا جالو كبير، وجالو هاد الاليفون هنايا حيت كبير، مي ان فوا يكبر شويه غادي يجيه من ديكشي، غنخبعو له ان شاء الله. صراحه عجبني هاد التريكو، كان رخيص زعما في الثمن ديالو، كان زوين الثمن ديالو مناسب، لا كاليتي زعما الصراحه ديما كنلقى هيدا الخيوط يعني خارجين ولا شي حاجه بحال هكا، مي خدموا على لا كاليتي مزيانه ديال هاد لي برودوي الصراحه. لا كاليتي يا غيانه هذه نقولها ونعاودها البنات فريمون، غير باش تعرفوا حيت هما شيين صراحه كيصيفطوا لي حويجات، عمر لقيت شي كاليتي ماشي هي هذيك، قليله 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 بزاف. ولكن لي طاي ما كتصدقش لا طاي هي هذيك، يعني راه خديتي اكس ال بلا ما تعبري بوتيت تجيك صغيره. انا نورمالمون كندير ال اكس ال، ولكن في لي زارتيكل ديال الشينوا كناخذ 3 اكس ال بحرقه غادي يجيني اكس ال. ودابا هما عندهم كيديروا الحاجه الزوينه اللي كيديروا الخطا ديالنا حنا، حيت الحاجه الزوينه اللي كيديروا هما كيحطوا لك العبار ديال الحاجه، تقدر تكون فيها 3 اكس ال ولكن يلاه العبار ديال ام، وتقدر تكون اس وتجيك العبار ديال اكس ال، يعني خاص ديك العبار تشدي المترو وديري هكا الكتف، الا كانوا الكتف عنده بحال هذا هابطين خاصك تعبريهم هكا، وداك الساعه ديك لوغيست اللي بقى لك في لي مونش تعبري حتى لهنا. المهم داكشي مني درتو صدق لي صراحه. المهم هاد التريكو عاوتاني خرج له الزوين لسام، ما فيه حتى شي شنيتي فخارجه ني غيان بحال هاد لي زارتيكل الاخرين. و والله ما عرفتش من ارتيكل فاش غاني، ولكن ندوز لكم هكا وصافي. اوف السيك انا البنات خديت هاد الساك هذا، بغيت نجرب لا كاليتي ديالهم، ودايوغ كنت شفت هاد الساك عند كيس بحال نفس ستيل ومكتوبه هنايا كيس وعنده السميطه، هذا كيمشي بحال هكا يعني كيمشي كدوري على السروال، وعندك ديك ليماج ديال المونطو كيمشي بحال هكا، وكتكوني اليز كثر كثر ملي كتخرجي مع الدري صغير وهذا كلشي عندك. ودايو راه كنت لبستو البارح باقي هنا البسيطيم ديالي، صاحبتي تلاقاتني ديك راه ملي تلاقيت صاحبتي قالت لي او لا لا البسطام ديالك كيبان غزال هنا احسن من الكاميرا، وقالت لي حتى الساعه كتبان كتحمق هنايا احسن من الكاميرا. قلت لها علاش هيك الساعه كتبان هي قالت لي لا، قالت لي لا في الكاميرا كتبان باهته وراه زوينه البنات، وحتى هذا راه زوين غزال
غير كيبان هكا في الكاميرا، ما عرفتش كي كيبان لكم. و دايو غادي نوجه تحيه للبنات اللي كيقولوا لي ديري عمليه تجميل على نيفك، راه نيف ديالك كبير ولا شي حاجه اولا معوج. البنات والله العظيم شوفوا غير تيقولي، راه سولوا البنات اللي تلاقاوني، النيف ديالي والله الا صغير ومشى معوض غير في الكاميرا. سبحان الله كنلاحظها حتى انا، الكاميرا دايره بحال المرايه، بعض المرايات كيعوجوا لنا الوجه الا لاحظتوا. ايوا هاد الكاميرا سبحان الله العظيم ديما كدوزوا لي بحال هكا، ديما كنحس بني في ماشي بحال هكا، مي هو اون فغي لا فريمون. شوفوا غير ملي كنصور بالتليفون وكيكون كيصورني شي حد من البعيد، شوفوا غير ملي كنتقلب هكا ولا فريمون راه ما معوج. وكيضحكوني البنات اللي كيقولوا لي ديري عمليه تجميل، ايوا هي دنيا باطمه مشات صايبات راسها غير بالبوتوكس وما خلاو ما قالوا لها يعساك ندير عمليه تجميل. داك الساعه نتوما نيت اللي غادي تقولوا لي يعني انا علاش درتي وعلاش فعلتي وعلاش تركتي حشومه، علاش عمليه تجميل؟ نيفي الزوين مسكين صغير راه غير هنا كيبان مكور، حتى حياه فلوق قالتها لي ملي تلاقيتها في باغي، قالت لي ناري النيف ديالك كيشد لك الكاميرا كله نورمالمون، قالت لي هو صغير. بقينا كنضحكوا غير الكاميرا البنات، يا الله بزاف البنات تشوفوهم في الكاميرا فيهم شي حويجات ومن تلقاهم تلقاهم غيانا فلوق، لا في الطول لا في اي حاجه. والله سولوا البنات وتشوفوا الا تلاقيتوا بشي بنت كتشوفوا فيها شي حويجات تلقاوها هي غيانا فلوق. فوالا المهم هاد السويك غزال ديجا الجلد ديالو ماشي جلد بيان سور، ولكن هاد الجليده ديالو رطيت بارطيت بارطيت با بحال اللي غادي تقولوا شي كاليتي ما عرفتش ديال من فريمون. والله الا كيفكرني بزاف بديك الساك ديال غاز، وحاجه وحده اللي فيه هي واحد شنيتي فاستيت وتنا هنايا هاد الخيط تقطعيها غير بالمقص سي بون، والصنطه الاخر السلسله ديالو كتمشي وكتسد غياز غياز زعما ما فيها حتى شي مشكل. وبالنسبه شحال كياخذ، كياخذ لي الشيك، كياخذ لي التليفون، كياخذ لي بسطام، كياخذ لي هنايا ديزانفيكتو ديالي ديك ليكيد صغير حتى حطيتو في الطوموبيل البارح مسحت له به لسان صافي. ياخذ لك هكا بافوار صغيره وهنايا كياخذ لي سباس المفاتح وهذا وكتسدي، ولكن ملي تحلي خاصك ديري اتونسيون حيت غادي يكونوا عندك حويجات هنا زعما راه كياخذ ماشي ما كياخذش، غير ديري اتونسيون ملي تحليه وصافي الا عمرتيه صافي. هذا زوين وكان رخيص البنات فريمون رخيص، هذا غادي تلقاو له اليد ديالو حتى هو لتحت واستعملوا عليه عاوتاني، اولا ديروا نتوما طوطال الا خديتو بلوز ارتيكل استعملوا ديك الكود ملي تباسيو لا كوموند قبل ما ديروا اونطري وتدخلوا لا كوموند، ديروا ديك الكود فين غادي يطلب لكم لتحت وقيله في البيسي، الا درتوها في البيسي راه كتهبطوا لتحت من الاغلبيه ديال الكود هكا كتهبطوا لتحت وكتلقاو تما واش عندكم زعما كود برومو كديروا الكود ديالكم اللي غادي تلقاو عندي ما عرفتش سميتو، غادي نحطوا لكم هنا طوط فاسون وغادي نحطوا لكم الصندوق الوصف حتى هو صافي. وغادي تاخذوا بعدا وقيله ما عرفت شحال داروا لي واش 15% ولا 10%، المهم غادي تشوفوا كلشي في لا فيديو وغادي تقام لكم رخاص. المهم هذا الارتيكل حماقيت عليه فريمون، هذا الساك عجبني والمره اخرى ان شاء الله ندي فيهم اللوينات هكا صافي. ومن نفس لو سيت خديت لافيست لخويا، واحد لافيست اللي شادي نقول لكم زوينه بزاف وميم طو ما عرفتهاش واش تجي، خديت له 3XL هي باش هاتو 3 ولا 4 XL غير باش تجي، ولكن مني لبستها لقيتها يلا بحرا جاتني انا جاتني شويه كبيره، يعني كيف قلت لكم لي طاي ديالهم شويه في شكل، ها هي زعما يا ريت غادي تجي حيت خويا كوميم يعني طويل وعامر الوغ تبارك الله غنمشي نعينو من هنا تبارك الله صلى على عليك اخويا العزيز لا تقول عيناتني حالا صافي. المهم اهو المونطو ديالو غزال، غادي نكحز لكم هذا لي ديطاي ديالو باسكو ما نقدرش نلبسو لكم، مشى بحال هكا عنده هاد الجياب الصراحه الخدمه ديالو متقونه متقونه. عنده هنايا هكا كطلعيه كيتسد بحال هكا وكتحليه، المهم الصراحه خدمته متقونه بزاف. مشى بحال هكا عنده ديك التيسو من داخل زعما اش غادي نقول لكم، بالنسبه للتوب ديالو كيبان لي بحال الجين ولكن هو ماشي الجين، وفي نفس الوقت ماشي داكشي اللي سخون بزاف ولكن زوينه يديرها على شي تريكو زعما صراحه التوب ديالو وما فيه حتى شي ديفو ديال الخياطه زوين زوين ما صراحه زوين. فوالا البنات هذا ديال خويا كيف قلت لكم، وخديت من تما البوط جوج ديال السبيبقات يعني جوج ديال البوط غادي يعجبوكم بزاف. دايو هادو الطوالين راكم شفتوهم غادي تكونوا شفتوهم مع لا فوتو ديال المونطو بالنسبه اللي كيتابعوني في انستغرام، وميم طول البنات اللي شافوا الفيديو ديال البارح لا التصويره ديالو كنت لابساهم. هاد البوت هذا كسميتهم ديجا كسميتهم كويسار جو كرو لي كويسار وي جو كرو لي كويسار. المهم غزالين مريحين
غادي تشوفوهم راكم شفتوهم في الفوتو، غادي نعاود نحطها لكم هنايا. زعما اش غادي نقول لكم البنات؟ فريمون زوينين، خذوهم وما تندموش عليهم، باسكو فريمون ما لقيتش شي لا ديفيرونس بيناتهم وبين البوط اللي عندي انا ديال الكاس اللي خديتهم. ما عرفتش شحال باش خداهم لي مورا ديك الساعه، ولكن فريمون كانوا غاليين، واش شي اكثر من 180 اورو وقيله. المهم زوينين حتى هما، كاليتي، وراهم عندي هذه 3 سنين لبس وعاود وما كي ما كيموتوش، يعني غادي يبقاو لي حياتي كامله عارفه. ولكن فريمون مني لبستهم والله ما لقيت فيهم لا ديفيرونس، فريمون والله ما لقيت فيهم لا ديفيرونس. ها ديجا راه مني خرجنا بهم البارح انا وصاحبتي، مشينا لديك الفيرما، شوفوا اختكم خدمت، مشينا لديك الفيرما وتعفسنا تعفسنا تعفسنا. ومني جيت للدار اصلا قبل ما ندخلوا في الطوموبيل بقينا حك مسح 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 بلا نجيتو الماء، ومني جيت للدار حكيتهم هكا باش نردهم زعما لابوات وندير لكم لابريسي زعما راه ما عمرت تلبسوا عمرت تلبسوا. المهم غزالين البنات، حتى الثمن ديالهم مناسب على داكشي انا وريتهم لكم. شوفوا لبستهم البارح وكلشي، شوفوا غادي تلقاوهم بحال اللي ما مشيتش بيهم كاع، هذا ديال رطيب وحقوي. وبالنسبه للبانتور ديالو خذوا لاطي ديالكم، انا لاطي ديالي خديت 38 وصلتني 38، لا في هذا لا في لوطخ، يعني ماشي مزير ماشي صغير ماشي كبير، يعني فريمون في هذا وصلتني في هاد لي موديل هادو. الا عجبكم هاد لي موديل وصلوني في لاطي ديالهم نيشان. عندهم هذا اللي عنده البوينت البوينتو بحال هكا اللي كيجي شيك فريمون كيجي كلاس، وعندهم اللي عنده مدور، انا عجبني هذا الصراحه. والتوب ديالو هو الدان الدان، والبارح غسلته بالماء مي ما ضاعش والله فريمون ما ضاعش الزوين صافي. المهم هذا خديت هذا الاولي، صراحه فرحانه بهاد لا كوموند هادي والله العظيم، عمر فرحت لهاد الحويجات اللي كيصيفطوا لي شي باسكو جامي كيجيوني، جامي كنت كنعرف كيفاش غادي يجيوني. وهذا مي هاد المره زعما درت لو بون شوا، اخترت بالمترو وكلشي. تان تارين تاني بوت هو هذا البنات، غادي نلبسو لكم ونوريه لكم. غزال البنات فريمون غزال، اللي عجبني فيه اكثر هو هاد لو ديتاي هذا كيحمق. من هنا مشى ديك الموديل هكا كيجيو دابا خرجوا على مود بزاف هاد الستيل هذا، سوا خرجوا قصارين سوا طوالين، المهم خرج بزاف مي انا عجبني 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 بزاف بزاف بزاف. وكيف كتشوفي في التصويره كيوصل لك عاد حسن من ديك الشيء. ولا طاي 38 مي مني كتشوفيها بحال هكا كتبان لك بحال الباطو، كتبان لك كبيره مي في الطايه ديالك د الرجل هي هذيك. صراحه انا هذه هي الحاجه الوحيده اللي بانت لي فيها، هي كيبانوا كبار على 38 مي مني كتدخلي رجلك لا هي هذيك. كيجيو لك مزيرين من هنا زعما غزالين الصراحه والله الا واعرين، عجبوني بزاف حتى هما كانوا الثمن ديالهم مناسب، يعني بالنسبه للبوط اللي غادي يضرب لك ما نعرف شحال وكيبانوا صحاحين. الاخر مدور على الخياطه وهذا كذلك مخيط، زعما الصراحه كيبانوا صحاحين. وندوزو للكرتونه الثانيه اللي حمقني عاوتاني داكشي اللي كنت خديت، زعما فريمون جاوني داكشي وما هذوك. غادي نوري لكم، سمحوا لي الا جا الفيديو طويل باسكو كتعرفوا انا في هادشي ديال الاولى، كيعجبني نهضر لكم على لارتيكل باش تعرفوا شنو فيه، وكيعجبني نعمق لكم فيه باش يعني تفهموا شنو. بالنسبه لهاد لارتيكل هذا اللي اختاريت اللي زوين بزاف وسبور، يعني صراحه غزال تلبسيه هكا كيعطي واحد المنظر زوين. بالنسبه للتوب كان كيبان لي التوب ديالو بحال داك الشكل ديال نايك اديداس اللي عندي، يعني كان كيبان شويه ايبي، هو شويه اش غادي نقول لكم، شويه محرتت ولكن سخون، ولا ما عرفتش واش يتحبب من بعد واش كيبان لي بوليستير بزاف فهمتي، هو الاستيك. ومن هنا هاد التيسو هذا اللي كيزير زعما خفيف بزاف، هذا خفيف خفيف يعني خفيف لواحد الدرجه، خفيف بزاف ما غاديش يزير لكم يعني لتحت ني ريان دو تو، مي اون توكا كتبقى واحد البياسه اللي زوينه في اللبسه، مع السروال جين مع الجوغينغ للدار اللي كيعجب لهم يلبس هادشي في الدار، وثمنها صغير ومناسب، يعني صراحه بالنسبه للثمن ديالها راها زوينه. ولكن الا لقيتو مثلا باغيين شي كاليتي اللي غادي تكون فوغ ومجهده وبحال ديك الشكل تاع نايك وهذا، ننصحكم ماشي هادي، يعني شوفوا ارتيكل اخر باسكو هادي خفيف. ما عرفتش التيسو ديالها في شكل محرتت ولكن زويونه، يعني ما عرفتش. المهم غادي تشوفوها لابساها، ما عرفتش ما كنعرفش في التواب، ولكن مني حديتها قلتها ماشي بحال، يعني ما ماشي يعني ديجا عطاني لامبريسيون بلي ماشي بحال نفس هاد لي سويت هادو اللي كيكونوا في نفس لي فورم ديالها. المهم ما عرفتش شنو غادي نقول لكم اكزاكت، من المهم ماشي نفس ديك التوب اللي كتعرفوا في بالكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم ولكن زوينه. وحاجه اللي كانت عاوتاني حماقيت عليها، المهم هاد لي زارتيكل البنات غادي تسمعوني كنقول لكم نهار كله حماقيت عليهم. هاد لو دودون هذا ماشي دودون، هاد المونطو هذا د الفيغور خاصكم تحاديوها البنات، ما كرهتش ندوز لكم هاد لابارتي هكا وتحاديوها كامله.
مي 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 سيريوزمون ما عمر حاديت شي حاجه برطبه بحال هكا. ميم الحيوانات ما كنحاديهمش رطبين بحال هكا، مي فريمون واحد الرطوبيه ما تصوروش. وما كيتنتفش ديجا، لاحظتها هادي ملي جبتو، ماشي بحال هذاك ليوبار اللي خديت منهم لا ديرنيير فوا. هذا ما كيتنتفش ورطب رطب رطب رطب، واللون ديالو هاد اللون حماقيت باش ناخذو زعما الصراحه الزوين. غادي نلبس لكم مع هاد لا تونيو هذا، الا لقيتو جا معاه غادي ندير زبردينه في الغوز ونخرج بهم اليوم. باغي نمشي ندير لي كورس ان شاء الله، ما عنديش بزاف د الحاجات في الثلاجه. المهم نخلط لكم شي فشي التوتفاسو، غادي تشوفوا معايا كلشي غدا ان شاء الله صافي. المهم هاد 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 المونطو غادي تشوفوه معايا كي كيبان في الفوتو وفي الفيديو ديالي. عنده هنايا السدادات، راه انا ما صحابليش عنده السدادات، والحاجه اللي فرحتني كتر هو عنده السدادات، يعني كيتسدو بلوس. غزال غزال يا ريان، هادي لاطاي جاتني هي هذيك، لاطاي ديالو خديت اكس ال جاتني هي هذيك بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا قدي. فوالا. شنو كاين اخر هنايا؟ صراحه زوين زوين، سيمون كود كور على هنا. لا ولكن صراحه كلهم دي كود كور ديالي. حاجه واحده اللي ما عجبتنيش هو هذا، غادي نوري لكم علاش. غادي نلبسو لكم وغديالو رطيب طب زوين، ولكن كيبان لي بحال بيجاما ولا ماشي مخدوم مزيان، ماشي غليظ. سانا غيان افوام على فوتو اللي شفت، وفي نفس الوقت كان الثمن ديالو كوميم راه سي با رخيص. رخيص وقيلا كان 16 اورو ولا 15 اورو ما عقلتش، ولكن فوالا خرج محرتت. ما غاديش يبان لكم في هنايا هكا كنبينو، ولكن غادي نبينو لكم دابا في الفيديو، نبينو لكم منها شوفوا كي داير. وخرجوا فيه الديفو ديال الخياطه، الديفو ديال الخياطه يعني كيخرج منه من الخياط. والتوب ديالو كيف قلت لكم بلوتو بور بيجاما، يعني حتى ولا بغيت نعطيه كادو لشي حد ولا ما نقدرش، باسكو فريمون نلبسو هكا في الدار ملي كيبرد عليا الحال، يعني بحال بينوار نديرو بحال ملي كنكون لابسه تيشورت ولا وكنجي نفيرمي ولا نبقى نلبسو في الدار. سخون للدار زعما زوين للدار، مي حتى في الدار كيف غادي نقول لكم ماشي بخاتيك تسدوه. غادي تشوفوا معايا ملي كتبغيو تسدوه بحال العنق ديالو، داروا له طويل على ما عرفتش هاد الدوره هادي ديال العنق فاش خاصو يتشبر مع الكتاف، داروها له طويل، ومني كطلعي بحال هكا كيجي طالع من الفوق ومن هنا نازل. المهم في شكل ما عجبنيش هاد لارتيكل نهائيا، كيبان بحال المونطو وكتبوا فيه مونطو عاد اون بلوس، كيبان بحال المونطو هذا. مي هاد لارتيكل هو الوحيد اللي جاني زيرو، ما عجبنيش. هو الوحيد فريمون هو الوحيد، يعني انا خديت هنايا 12 بياسه، هو الوحيد اللي خرج لي ماشي هو هذاك صافي. المهم هذا دابا غادي نحطو كيف قلت لكم بينوار، واصلا التوب ديالو داير بحال بينوار زوين في الدار، يكون زوين يعني فريمون الدار زوين. ديك ستايل زعما اللي عرفتو، ديك ستايل اللي كتكوني كتهبطي هكا على الكتاف كيبان لك شويه لحمك من هنا، واليدين ديالك مستورين ومن هنا سخون الحال، وكديري له ديك اللقطه بحال هكا، ديك الشيء ديال انستغرام وديك الشيء تاع التصاور والافلام. راكم عارفين شنو بغيت نقول لكم، هيدا المن كيصلح هذا، يعني هذا الشيء المن كيصلح. ولكن باش تلبسي زعما نيشان بحال جيلي هكا مع شي ديباردور ولا مع شي حاجه وتخرجي، لا غادي يجيك مبهدل، ما غاديش يصلح لك، وما ننصحكمش به. فيه اللوينات فيها طونسيون حيت كيبانوا زوينين بزاف في التصويره. فوالا هذا الارتيكل هو الوحيد اللي جاني لا. او لارتيكل الاخر هو اللي الصراحه ما عرفتش كيفاش نلبسو ولا فين غادي نلبسو، مي عجبني صراحه، عجبني وكومونديتو عندهم، عجبني عجبني عجبني. شوفوا كي داير، هو داير بحال المونطو، راه قولوا مونطو حيت سخون، فيه هادشي ديال ليوبار دابا اللي خرج على مود، مخدوم بالفوغور حتى هنايا، مخدوم بالفوغور كامل الفوغور، الا هنا عنده ديك لاستيك. الشعر ديال اهوي دايور، ديك المونطو البيض عندو شي شعيرات خفافين، الا لبستو الكحل راه يلصق لكم عليه، ولكن الا لبستو اي حاجه اخرى لا، غير الكحل كيبان فيه، ولا سي با جينو ما كيتحيدولوش. مي هذا غير كنهضر لكم، ما كيتحيدولوش هذا، ما كيتحيدولوش، ولكن كتعرفوا ديك الشنيطفات ملي كتكوني لابسه الكحل وكيبان لك عليه شي شنيطفات صغيورين، خاصكم ضروري دوزو عليه ديك السكوتش هكا اللي كيتلوى، ولا سكوتش ديرو في يدكم وتحيدوهم له اي سي بون. مي هو زعما كيبقى هكا زعما ماشي كيتشنطف. فوالا هكا داير، غادي تشوفوني لابسه وما عارفاش دابا فين غادي نلبسو، واش نلبسو هكا ملي كنكون كنمشي لي ريستورو، ولا نلبسو عادي مع شي حاجه سبور وغادي نرجع سبور، ما عرفتش فريمون. واحد ملي كيتلبس غادي تشوفوني لابسه، كيجي كيعطيك واحد الشكل، واحد الكراد. المهم هذا كان اخر ارتيكل الحبيبات ديالي، كنتمنى تكون عجب لكم لا فيديو ديالي اليوم، وشفتوا معايا حويجات اللي خديت، كنتمنى تلقاوها فيهم البونور. ودابا راه عندهم لي سولد في لوسيت ديال شيين، دايوغ انا غادي نحط لكم كلشي اللي ليا ديال لي برودوي هنايا، كملين تلقاوهم في صندوق الوسط كليكيو على لوليا وتخرجوا عندهم، يعني بلا ما تعذبوا بلا والو. ونحط لكم حتى لو سيت ديالهم ولو كود بروموسيون، راه يمكن نكون حطيتو لكم هنايا ونحطو لكم في صندوق الوصف عاوتاني كود برومو. وداك الساعه داك الساعه شنو داك الساعه ملي تدخلوا لو سيت كاين عندهم داكشي لي سولدي الا بغيتو حاجات اخرين. المهم راه ليليا غادي نحطهم لكم لتحت اون توكا.
كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. كنتمنى الفيديو يعجب لكم من كل قلبكم. انا الصراحه لي زارتيكل كاملين عجبوني الا هذاك اللي وريت لكم، وفرحانه بزاف بهاد لي حويجات هادو. صراحه عجبني الحال بزاف هاد المره، باسكو حتى حاجه فيهم ما جاتني صغيره ولا كبيره، يعني كلهم جاوني لا طاي، وفرحت انني نبارطاجي معكم هادشي كامل. وفوالا، وشنو بغيت نقول لكم، وصافي الى عجب لكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشجعوني، واذا باقي ما اشتركتوش نعاودها لكم. ما تنساوش تشتركوا قبل ما تخرجوا من لا فيديو. ونقول لكم الى لقيت هذا الفيديو فيه لي لايك بزاف، غادي ندير لكم لي لوك بوك اللي غادي نلبسهم، مثلا كيف غادي نلبسهم وكيف غادي ننسقهم. الى لقيتكم كطلبوا لي لوك بوك غادي نديرها في القناه. ما صراحه ما كندير لكمش لي لوك بوك ولي ستيل ديال اللباس وهذا، حيت ما كطلبوهم ليش عمر في القناه، ومني كطلبوهم لي شي وحده ولا جوج ما كيكونش عليها لي لايك باش نقدر نديرهم، حيت فيديو باش تصوري وتخدمي عليه وهذا خاص يشوفوه كاملين، ماشي غير وحده ولا جوج. على داكشي يعني كنشوف انا اللي كطلبوه مني كثر، على داكشي كندير هاد النوع ديال الفيديوهات ديالي. صافي، كنعرف لي زاشا كيعجبوا لكم بزاف، وكنشارككم ديما لي زاشا ديالي، وحتى بالنسبه للتقديه وهذا اخر مره ما شاركتكمش التقديه ديالي، حيت كانوا شي بنات كيقولوا لي حنا مالنا في التقديه، وفي الاخر في لي كومونتير بزاف البنات قالوا لي علاش ما شاركتيش التقديه. الو غادي نبقى نبارطاجي مع البنات، اللي صراحه بزاف البنات كيبغيو نبارطاجي معاهم كلشي اللي كنتقدى وهذا، كياخذوا فكره ومام تو كيعرفوا منين كنجيبها وشحال وهادي وهادي. والبنات اللي ما كيعجب لهمش ديك النوع ديال الفيديو، يعني ملي تلقاو التقديه دوزوا صافي، راه انا الفيديو كنديرو طويل يعني بقاو دوزوا غادي تلقاو حاجات اخرين صافي. المهم هادشي اللي كاين، ما غاديش نطول كثار. الا لقيت الفيديو عجب لكم بيان سو غادي ندير لكم ديما هاد لي فيديو هادو مره في الشهر هكاك نبقى ندير لكم. ودايوغ وصلتني شي حاجه اخرى كنت كومونديتها بغيت نبارطاجيها معكم، مي نخليها ان شاء الله الفيديو ديال غدا. ساسي مون شيغي دامور، دي بونجو مون بيبي دامور. بونجور، دي السلام عليكم. دي نو اتو اتو، دي السلام عليكم. دي السلام عليكم. سلام عليكم. علي با با مون شيري. صافي البنات، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا بزاف على مشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنقول لكم بوسه كبيره ليكم، كنبغيكم بزاف بزاف، نشوفكم غدا ان شاء الله مع فيديو جديد. صح عليكم، بسلامه.